Teman-teman, sore ini saya berada di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan dan akan melakukan sosial eksperimen terhadap saudari-saudari kita yang bercadar berniqab. Bagaimana respon masyarakat yang ada di sini? Bagaimana sikap mereka? Apakah mereka merasa aman dengan keberadaan saudara-saudara kita? Ataukah mereka malah menjauh? Kita saksikan sama-sama bagaimana sosial eksperimen ini berjalan. Oke, silakan Mbak Eva di situ. Bang, bang, sini, bang. تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل قلب بتحية وبسلام انشروا أحلى الكلام زينوا الدنيا احترام بمحبة وابتسام انشروا بين الأنام هذا هو دين السلام تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل قلب بتحية وبسلام انشروا أحلى الكلام زينوا الدنيا احترام بمحبة وابتسام انشروا بين الأنام هذا هو دين السلام كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل قلب بتحية وبسلام انشروا أحلى الكلام زينوا الدنيا احترام بمحبة تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل قلب بتحية وبسلام انشروا أحلى الكلام زينوا الدنيا احترام بمحبة وابتسام انشروا بين الأنام هذا هو دين السلام
ونعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل قوم